خير يا زينب. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت، انا ابني عنده ظهر عنده الصفرة. الظاهر عنده الصفرة؟ وسن 22 سنة، عملنا تحاليل. ايوه. طلع اللي هو اللي هي توتال ايه كده، اللي هي بتاع الصفر يعني 16. الصفرة 16؟ اه ايوه. ولا 1.6؟ تحليل بعده وصل 11. وبعدين مش عارفه بقى، بيقول انزيمات الكبد هي العاليه جدا، هي 2006. طيب هجاوب حضرتك. بص يا استاذ زينب، الفترة اللي احنا فيها الشهرين ثلاثة دول، من شهر نوفمبر ديسمبر يناير لغاية فبراير، دي فترة التهاب الكبد الوبائي ألف. خلاص؟ التهاب الكبد الوبائي إيه أو ألف؟ ده بيجي عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفيروس. الفيروس ده بينزل في الأمعاء، بيمشي في الدم، أثناء مروره في الدم بيعمل التهاب في خلايا الكبد، فبيبدأ أعراضه على هيئة نزلة برد وإنفلونزا وألم في العضلات وفي المفاصل، وبعدين تبدأ تظهر الصفرة، العين بتصفر، البول بيبقى لونه زي الشاي، ممكن يبقى فيه هرش وحكة جلدية، وتلاقي إنزيمات الكبد عالية جدا. ده مفيش منه أي خوف، راحة في البيت، سوائل كتير، نكسر من الكربوهيدرات مش السكريات. كتير قوي من الناس في معالجة التهاب الكبد الفيروسي ألف اديله يا جدع عسل ثم عسل ثم عسل، خالص أنا بديهم كربوهيدرات، يعني اديله كورن فليكس، اديله بليلة، اديله رز مسلوق، اديله بطاطس مسلوقة، اديله شوربة خضار، اديله شوربة مشروم، شوربة جزر، تمام، اديله عيش، اديله حتة توست، ها، مع حتة مربى أو معلقة عسل، أو ما فيش مانع من حتة جبنة قريش، ويكسر جدا من السكريات، من العصائر الطازجة، عصير التفاح وعصير الأناناس والنعناع واليانسون والكراوية وعصير الرمان، كل ده وبيشفى تماما إن شاء الله في خلال من 3 إلى 5 أسابيع. بس على شرط ما ناخدش الأرقام اللي قالتها مدام زينب دي كده. هي قالت ان الصفرة 16، وده رقم عالي جدا، معنى كده ان التهاب الكبد اللي عند ابنها التهاب كبدي فيروسي ألف انسدادي، يعني عامل احتقان شديد في قنوات الكبد مانع الصفرة ان هي تنزل، كده الصفرة دي ايه عالية، فلازم يروح للمتخصص. اولا نقيس، مش نعتمد ان ده فيروس ايه بس، لازم نعمل التحليل لفيروس ايه، ولازم نعمل تحليل لفيروس بي، ولازم نعمل تحليل لفيروس سي، وفي فيروسات اخرى على فكره بتعمل التهاب كبدي حاد زي السيتوميجالو فيروس اللي بيجي من الحلق، برضه بيسبب ارتفاع شديد في انزيمات الايه الكبد. المهم انه يرتاح، سوائل كتير، ياخد ادويه مضاده للفيروسات، تمام، وياخد النظام الغذائي اللي احنا قلنا عليه، ان شاء الله في خلال من 3 إلى 5 أسابيع يشفى تماما. وهذا الفيروس اذا كان فيروس ايه يترك الكبد سليم تماما، ولا يترك عليه أي أثار مزمنة زي فيروس بي أو فيروس سي. طيب مع